متظاهر آخر من محافظة المثنى قال إن تظاهراتهم سلمية للمطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات لهذه المحافظة المنسية بحسب قوله، التي تنعدم فيها الخدمات ولم يتم إنصافها. فنشاهد. إحنا أبناء محافظة المثنى، أبناء ثورة العشرين، خرجنا في هذه التظاهرة تظاهرة سلمية عفوية بعيدة عن آثار الدمار والتخريب لجميع الدوائر، ونحن ضد هذه الآثار السلبية التي تدمر دوائر الدولة والمال العام. نحن هنا في هذه التظاهرة للمطالبة بالحقوق كباقي المحافظة مثل البصرة وباقي المحافظة مثل بغداد. خرجنا بهذه التظاهرة بأن يكون لمحافظة المثنى قيمة بين محافظات العراق، ويجب على مجلس النواب وحتى النواب المحافظة في مجلس النواب عليهم أن يتدخلوا لإنقاذ حتى يجب عليهم أن التصويت على أنها محافظة منكوبة، لأنها محافظة لا بها خدمات لا بها شيء. يعني حتى الكهرباء التي تعطى للناس في شهر الصيف بساعتين الكهرباء ضعيفة، يعني لا نقل لا توزيع لا قوة. يعني نقدر نقول لك احنا نشغل اكثر من طاقة وتفصل الكهرباء، بس محافظة المثنى محافظة يعني ليست بالغنية، ما تمتلك حقول نفطية، ما تمتلك طرق جوية، ما تمتلك منافذ بحرية. يعني حتى من الموازنة المثنى بالأخير، من التوزيع المثنى بالأخير، من الدرجات الوظيفية المثنى بالأخير، يجب عليكم النظر إلى محافظة المثنى. محافظة يعني عدد سكانها سوف يصل إلى 1 مليون ونسبة البطالة وصلت إلى 100,000%. يعني لماذا هكذا؟ وأؤكد في اللقاء الأخير وهذه بأن التظاهرات سلمية.